السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم معنا شاحنة اسكانيا. شباب، جاهز الاسكانيا؟ جاهز مع العربانة. زين، اخلي في رابط مباشر كالعادة. والاسكانيا لا تغير اي شيء، تغير اي شيء ينقص من هناك. هذا يروح، هذا يروح، هذا يروح. زين، عبد لا تغير اي شيء، تشتري وتروح على المكان. العربانات، عربانات ماله موجودة. راسه تشتري عربانة ماله وش اسمه، وتروح تشتغل. شاحنة جاهزة جميلة جدا. شوف، حتى هذولهم خليتها مثل القلب. ايه هكذا، شوفها كم حلو سويتها. ثانية اطفيها لان شو اسمه، حتى يطلع الفيديو حلو. وإذا حتى كمبيوتر مالتك ضعيف أحملها. شاحنة جاهزة جميلة جدا. أنا حملت هذولهم الأشجار، ما بعرف دار أشجار الزيتون شو اسمه، هذا احتمال زيتون. إيه والله الزيتون، هذولهم بيها شوية كم زيتونات. إيه، شجرة الزيتون يا زيتون يا حبيبي يا. كلهم جاهزين. أبد أنت لا تمد إيدك على أي مكان. زين عمري، جاهز جاهز جاهز. بالعربانة بس خليها تايرات حتى شوي يفتحون من البعد. اللي يعني العربانة بس خليها شوية يعني ابعد حتى يصير احلى هكذا. والويل جاب والتايرات وكل شيء هكذا جاهز جاهز، ما اريد منك اي شيء. زين عمري، حتى الشاحنة جاهز، كل شيء جاهز. انا ما عدلته، ما عدلته اي شيء عمري. زين، مفهومة حبيبي؟ انا بس ضفت عليها مود المحرك الصوت، لان هذا كمان صوته حلو، بس انا احب هذا الصوت. اريد حتى شوية اسوق، عندي قوة. لازم اعدلها هناك شوية، نبعتها هكذا، نصيها الدركسيون هكذا شوية. كافي شباب، احلى شيء هذا. ايش شوفه، هذا اول مرة انا اشوفه. هذا كمان موجودة معاها، مش انا خليته. يلا يلا توكل يلا. اوه، اوتوماتيكا جير، حتى لا تغير لا جير لا محرك. قلت لك لا تمد ايدك على الشاحنة في اي مكان، خليها مثل ما هو. هسه بعدين اوريكم. انا نروح شوية نبدي من الشرح، لان بعض الاشخاص ما يعرفون. شاحنة جاهز، ما اريد منك اي شيء. اوتوماتيكي لا لا تجي لا تجي. روحي روحي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الجرافيك مال هورن. جود مان جود. روح، حتى الاسكن كل شيء يعني هكذا. الاسكن وكل شيء كل شيء يعني. هذا الشاحنة زين لي للرافت الحليقي المشرف مالتنا، هو ما يعرف يعدل الشاحنات. هذا ما يسوق اكبر، يركض على المرمر وحلان والاحجار. اصلا انا جبت هذا الشاحنة على رافت الحليقي، لان هذا العربانة يحمل الاحجار أحجار كريمة، يحمل الأحجار العملاقة. يا ليل العاشق غرم مساكين مساكينك. يقولوا في كاميرا هناك، يلا نروح على الكاميرا وبعدين نطفي الفيديو مالتنا حتى ما يطول شباب.
انا عندي شغل، عندي شغل احلى شيء يا امي. هذا الشبك، هذا ايش؟ شوفوا هذا السيارة احلى شيء يا امي. هذا شاحنة جميلة، مبارك عليكم. اخلي موقع الرسمي، ها تدوسه تجي تحت، ها تجي تحت تحمل الشاحنة. انا اخلي اي هذا كله صوت المتابعين. والله كمان الكهرباء، هذا شو صرت عليه خطر الله، لا حول ولا كهرباء. جديد تمام تمام، لا تقول لي طفي 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 يابا طفي، دوس انتر. والله كهرباء راح. بيت كهرباء مالتنا 24 ساعة موجودة. لما اجي اشوف افتح الباس او لما انزل فيديو على المتابعين يروح الكهرباء ويصير ترافيك لايت، يصير حمز بطحينة هريسة هريسة. حتى هذا الشاشة طافيت ما اشوفه اي شيء، تدخن جيجارة من قهر. والله صباحا لي هذا الحد ما رحت الكهرباء. جيت عمو شتي، قلت ما اخلي هذا الفيديو قصيرة، ما اخلي بالمونتاج، قبل انزلها. شوفه راحت الكهرباء. ليش قلت لكم هذا الشاشة طفت؟ ما اشوفه كيف برنامج تسجيل الشاشة كيف اطفيها. اي والله هذا مشكلة. حلو، شاحنة جميلة جدا، مبارك عليكم. ها خلي اوريكم الشاحنة. يلا نبدي من الشرح، شرح شرح يابا الشرح. تجي هناك يجي شاحنة مالتك، يجي بصيغة موت هكذا الشاحنة. هي هذا هما قبل اشتري، قبل اشتري لا تمد ايدك على اي شيء، زين هذا مفهومة. انت شفت الشاحنة، هسا نروح على مكان العربانات. تجي على مكان العربانات تدوسه على اول صفحة، تمشي هكذا هكذا، تمشي تمشي. ايه شوف هو لقينا شت. الحمد لله كهرباء اجا. شو تعمل؟ ليش قلت لك واخر هذول هم التايرات، جيبها هناك على مكان التايرات، خليها على هذا على هذا. اذا هو يبقى هكذا دائما شكل الحمولة يظهر، بجيبها هكذا حتى شو اسمه لم يظهر الشكل الحمولة. اي حمولة تشيله يظهر الشكل الحمولة بتاعه، زين مفهومة. هكذا هذا هي شوفك يعني طاقم كامل انا بعطيكم، مفهومة حبايب اللي قالت. يلا شباب لا تنسوا لايك والاشتراك، دعمنا بالقناة فيما لا الله معكم.